أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نتكلم اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع غضبهم، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرة زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الحليم الصبور. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس، كان ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم، وكان يكون في بيته رجل كرجالكم، رجل كرجالكم، يكون في خدمة أهله أو في مهنة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، فإذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتوقف مع بعض هذه الكلمات. كان ألين الناس، لم يكن صخابا في بيته، لا يرتفع صوته صلى الله عليه وسلم على كل صغيرة وكبيرة، لم يكن شديد الغضب صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب إلا لله صلوات ربي وسلامه عليه. فكان زوجاته رضوان الله عليهم جميعا يجدون منه اللين والرحمة والرأفة صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا لعامة الناس، فكيف بأهله صلى الله عليه وسلم وزوجاته. كان صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أمنا عائشة، جلسة هادئة مليئة بالمودة والرحمة، فطرق الباب فإذا هو خادم أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أرسلتها أمنا زينب، طعام، إناء فيه طعام. فأصاب السيدة عائشة ما يصيب النساء من فطرة الغيرة وغيرها، فضربت يد الخادم فوقع الإناء فانكسر وتناثر الطعام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يقلل هيبته، أو أن ذلك يضع من شخصيته صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل نزل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يجمع الطعام ويضعه في إناء السيدة عائشة، الإناء السليم، وأخذ الإناء أعطاه للغلام، رجع به إلى أمنا زينب ووضع الطعام في الإناء المكسور إلى السيدة عائشة. عالج النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بحكمته، ولم يمر الخطأ مرور الكرام، بل أصلح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وتفهم نفسية أمنا عائشة بأنه قد أصابها ما يصيب النساء، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، وعالج الخطأ بأن عوض أمنا زينب بإناء السيدة عائشة. هكذا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. في يوم من الأيام راجعت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صوتها صوت النبي صلى الله عليه وسلم،
وصادف ذلك مرور أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل وغضب على ابنته السيدة عائشة أن على صوتها صوت النبي صلى الله عليه وسلم ونهرها، فاحتمت السيدة عائشة بنبينا صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، ورسول الله يهدئ أبا بكر حتى هدأ وخرج مغضبا. من فعلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه يرى عظيم هذا الفعل من ابنته مع نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كان زوجها، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج أبيها فقال لها: كيف رأيتني وقد أنقذتك من الرجل؟ فتبسمت واستحت السيدة عائشة رضي الله عنها وتركت مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر أبو بكر الصديق فسمع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، كانت تبكي وتمسح الدموع من مآقيها، فسألها: ما بالك؟ قالت أن حفصة بنت عمر قالت لي: أنت ابنة يهودي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بكلمات فقال لها: قولي لهم زوجي محمد وأبي موسى وعمي هارون. ثم قال لحفصة: اتق الله يا حفصة. عالج النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ ونصح وطيب خاطر زوجته رضوان الله عليها وعلى جميع زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. موقف أخير نأخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته: لم يكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن مهمة حكمه لهذه الأمة ومهمة رسالته أكبر من أن يشاور زوجته في أمر ما، لقدر المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبين لنا هذا الموقف واضحا حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى أداء العمرة فلم ييسر الله عز وجل لهم، وحصل صلح الحديبية مع مشركي قريش، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يذبحوا ويحلقوا، فلم يمتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لثقل الأمر عليهم، هم لم يأتوا إلا للعمرة فلماذا يمنعوا؟ فثقل عليهم هذا الأمر ولم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معصية لأوامره صلى الله عليه وسلم، ولكن ثقل الأمر على نفوسهم وقد اشتاقوا إلى بيت الله عز وجل الحرام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وقد علاه الهم، فقال لأمنا أم سلمة رضي الله عنها بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا رسول الله؟ قال: آمرهم فلا يطيعونني. قالت: يا رسول الله، أخرج وأمر الحلاق فليحلق لك واذبح هديك فسيفعلوا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها وقد وجدت من نفسه مكانا، فخرج فحلق صلى الله عليه وسلم وذبح هديه، فامتثل الصحابة حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة غضبهم أن لم يذهبوا لبيت الله الحرام، وامتثلوا لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وهو الذي كان لا يوقد في بيته نار، ومع ذلك كان يكون في خدمة بيته وفي خدمة أهله لعظم ذلك في نفوس زوجاته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة، من الظلمة.